بسم الله الرحمن الرحيم اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان اهلا ومرحبا بحضراتكم من جديد في حلقه جديده من ملوك الصالات نطلع معاكم كل يوم جمعه من 7 ل 9 عشان نحط الضوء على اهم الاحداث اللي حصلت خلال الاسبوع داخل الصالات وفي الالعاب الاخرى خليني اقول لكم حلقتنا النهارده ان شاء الله هتبقى على ثلاث اجزاء الجزء الاول هيكون الانترو يعني هنتكلم على اخبار مهمه حصلت جوه النادي الاهلي واخبار ايضا على الساحه الرياضيه الجزء الثاني هينضم لي الكابتن احمد حسني طبعا لاعب النادي الاهلي للسكواش يعني في قصه طويله تدريب ولعب طبعا هيكون معانا عشان نعرف منه امور تهمه وتهم النادي الاهلي هيكون معانا في الفقره الثانيه الكابتن احمد الجزار مدرب الناشئات لكره السله عشان نعرف اخر السدادات في قطاع كره السله سيدات الحقيقه اللي بيشهد طفره كبيره الفتره اللي فاتت خلينا نتكلم عن بعض الاحداث المهمه الاول انتهت طبعا قرعه كاس العالم لكره القدم واسفرت عن مصر وارجواي وروسيا والسعوديه والحقيقه مصر عندها فرصه تاريخيه لم تاتي من قبل للتاهل للدور الثاني المجموعه الحقيقه لو احنا مختارينها ما كانتش هتبقى يعني مناسبه لمصر زي كده الحقيقه مصر على اعتاب تحقيق يعني نصر تاريخي بالتاهل للدور الثاني في كاس العالم كل التوفيق لمنتخب مصر الحقيقه حدث ما كانش ينفع في ملوك الصلاه ان احنا ما نشكروش ونقف عليه شويه لانه معشوقه الجماهير كره القدم منتخب مصر بكوكبه كبيره من اللعيبه نجحوا تقاول كاس العالم ورعتنا كمان في كاس العالم يعني صراحه خدمتنا كتير ممكن بشكل كبير نتأهل ان شاء الله للدور الثاني. خلينا نتكلم عن حديث الساعه، انتخابات النادي الاهلي اختتمت امس كلنا طبعا تابعناها عبر شاشه قناه النادي الاهلي منذ الصباح حتى اعلان رئيس المستشار رئيس اللجنه فوز الكابتن محمود الخطيب بقيمته ال 12 عضو ضد قائمه المهندس محمود طاهر وطبعا بنوجه الشكر للمهندس محمود طاهر على ما قدمه النادي الاهلي خلال ثلاث سنوات ونصف وبنبارك لكابتن محمود الخطيب وننتظر منه المزيد وننتظر منه الكثير والكثير هو وقائمته الحقيقه كان عندي بعض الملاحظات على انتخابات الامس ملاحظات ايجابيه ما حدش كان هيشوفها غير جوه النادي الاهلي هناخدهم نقطه نقطه هعلق عليها لان دايما في دروس مستفاده يعني احنا كنا امبارح بنحلل الارقام وبنحلل سير العمليه الانتخابيه فرز الاصوات سير فرز الاصوات في العمليه الانتخابيه وكنا بنحاول نعرضه لحضراتكم بشكل شويه مختلف عن القنوات الثانيه ان احنا بنشوف الاتجاهات راح ازاي والامور وخدنا زي ما بيقولوا دروس كتيره من انتخابات النادي الاهلي دايما النادي الاهلي سباق ورائد كل الانتخابات اللي فاتت كوم وانتخابات النادي الاهلي كوم وختامها مسك زي ما بيقولوا النادي الاهلي انتخاباته الحقيقه كانت على اكمل ما يكون باستثناء بعض الامور واكيد بعض الامور دي هنتكلم عنها ولكن في المجمل انتخابات النادي الاهلي كانت مسك ختام لقانون الرياضه بعد انتخابات الاتحادات والانديه 30 11 كان نهايه كل شيء خلينا نتكلم ان الحضور تاريخي امس 38000 عضو قرابة ال وثلاثين ألف عضو عامل حضروا أمس آآ آآ ولبوا النداء وجم يشاركوا يمكن بجمعية عمومية هي الأكبر في تاريخ النادي الأهلي في ظروف كانت صعبة وهقول صعبة ليه لأن هم الحقيقة كان على يوم واحد يعني وثلاثين ألف على يوم واحد لب لو كانت على يومين كنا هنشوف رقم يوصل لخمسين أو ستين ألف عضو يشارك ودي كانت هتبقى حاجة تاريخية لم تحدث من قبل في الجامعات العمومية طيب الحضور الكبير ده يعني فايته ايه الحضور الكبير ده يعني بيصور بشكل كبير طموحات او مش يعني عايز اجيب كلمه مناسبه يعني عن تصور الحقيقي لرغبه الجماعه العموميه كلما زاد العدد كلما اقترب اقتربت النتيجه من رغبة الحقيقيه للجماعه العموميه يعني كل ما العدد بيزيد ده وضع طبيعي الرغبه يعني او بتبقى بتدل اكتر على رغبه الجماعه العموميه طيب الحضور تاني بيدل على بيدل ان الناس تحملت الصعاب انتوا امبارح كان زحام شديد حوالين النادي اه كبار السن شفنا ناس كتير جايه على كراسي متحركه اه اه شفنا اه اه يعني جوه النادي اه ممكن تاخد لك 45 دقيقه عشان توصل بس للخيمه مشي والموضوع ما ياخدش مشي اكتر من ثلاث دقائق او دقيقه او دقيقتين ونص بتاخدهم في 45 دقيقه كل الكلام ده تحمله العضو عشان يجي يقول صوته العضو مش هيجي يقول صوته الا اذا كان متاكد انه صوته يحترم ان رغبته هتحترم فده طبعا كانت مشاركه تاريخيه من 38 الف عضو خلينا اقول بقى النقطه الثانيه المهمه ما شهدناش اي طعون قبل الانتخابات في مركز التسويه وفض المنازعات في اللجنه الاولمبيه من مرشحين وبعضهم النادي الاهلي لم يكن زبون زي ما بيقولوا في مركز التسويه التسويه ما كانش فيه اي طعون اتقدمت حتى بالرغم من المنافسه الشديده والسباق الشديد اللي كان ما بين قائمتين ما شفناش اي طعون او اي شكاوى تقدمت في مركز التسويه وفض المنازعات ده لو ده اللي يدل على ايه؟ يدل ان النادي الاهلي فوق الجميع، الحقيقه ده مش شعار واحنا قلنا الكلام ده 100 مره الانتخابات هتيجي وتخلص وهيجي انتخابات تانية وهتخلص وسيبقى النادي الاهلي هو الكيان فوق الجميع. المرشحين اول ما ابتدت المنافسه وحصل اجتماع معاهم في النادي كلهم الموضوع خلاص انت طالما دخلت جوه النادي الاهلي يعني زي ما بيقولوا بترتدي رداء النادي الاهلي وبتمشي على نفس النهج ونفس النظام اللي اتحط منذ اكتر من 100 سنه طيب عايز اوضح حاجه ان التزاحم اللي حصل امبارح ده او الزحام الشديد ده مش ذنب النادي الاهلي اللائحه اللائحه اللي طبقت لائحه استرشاديه يعني في ناس كتيره جدا وانا ماشي في الشارع بتسالني بتقول لي يا كابتن طب ما هو النادي الزمالك عمل اللائحه الاسترشاديه على عمل انتخاباته على يومين فلازم نفهم الناس ان اللائحه اللي اتعملت على يومين دي كانت لائحه النادي الزمالك نفسه هو عمل لائحته وتوافق عليها النادي الاهلي لم لم يعمل لائحته حتى الان فمشي على اللائحه الاسترشاديه اللائحه الاسترشاديه اللي حطتها اللجنه الاولمبيه بتقول انتخابات في يوم واحد طيب اليوم واحد ده معناه ايه ان التزاحم اللي احنا شفناه ده هيكون كده فطبعا ده كان خلل في اللائحه الاسترشاديه اللي اتحطت انه ضغط الناس بالشكل الكبير ده وخلينا نقول ان دايما بعد الانتخابات من حق النادي الاهلي انه يحط لائحته، وانا متاكد ان الكابتن خطيبه وقائمته اكيد هيحطوا في الاعتبار التكدس، واكيد هيعملوا لائحه هتحط في الاعتبار ان لازم يكون الموضوع اكثر سهوله ويسر على الساده اعضاء الجمعيه العموميه. طيب برضو شفنا امبارح ان الانتخابات لم تشهد اي اصابات او تدافع بالرغم من الزحام الشديد ده كنا بنشوف الشباب بيدي الاولويه لكبار السن كنا بنشوف ال ما فيش تدافع ما فيش حد بيسبق حد ويزقه شفنا امور يعني منتهى التحضر كان الحقيقه امبارح يعني انا كان لي الشرف هناك كنت موجود من منذ الصباح الباكر بحكم وجودنا مع قناه النادي الاهلي وشفنا قد ايه كان فيه التزام اخلاقي ما بين الاعضاء ما فيش تدافع ما فيش زعيم ما فيش صوت عالي ما فيش اشتباكات بين الاعضاء الكلام ده كله ما كانش موجود امبارح طبعا دي ظاهره ايجابيه جدا عايزين نقول برضه ان ما كانش في اي احتقان ما بين القائمتين نهائي وبين انصارهم حتى اكيد المرشحين مش هيبقى في اي مشكله ما بينهم لكن ممكن يكون ما بين الانصار ما شفناش ده خالص ده ما حصلش ما سمعناش صوت عالي واحد داخل الخيمه ما شفناش اي يعني تشابك او احتكاك بين انصار القائمه دي او القائمه دي وايضا ده ظاهره ايجابيه الحقيقه صعب جدا نشوفها في اي مكان تاني يعني حتى الاحتفال اللي احنا شايفينه بعد فوز كابتن محمود الخطيب والمهندس و... و... وال... والاستاذ العمري فاروق وخالد الدندلي والمجموعه دي كلها مجموعه المهندس كابتن الخطيب الحقيقه الاحتفال احتفال زي ما احنا شايفين احتفال غير مبالغ فيه يعني دي ظاهره ايجابيه كمان لازم تحط تحتيها الخط اه الانتخابات انتهت في احتفال طبعا اكيد هتقولي مكان بيحتفلوا انصار قيمته بهذا الشكل ما حصلش ده في اي انتخابات قبل كده بنلاقي مبالغه شديده في الاحتفال وكانها رسالات بتكون للقائمه الثانيه ولكن ده ما حصلش في النادي الاهلي مش شايفين المنظر قدامنا كان بعد قرب اعلان النتيجه ما كانش في اي مظاهر احتفال مبالغ فيها لان النادي الاهلي زي ما احنا قلنا كيانه هو فوق الجميع كان عندنا حاجه مهمه جدا الناس ما خدتش بالها منها الفرز ما خدش وقت احنا كنا على الساعه 3 الناس عرفت النتيجه وروحت بالرغم من 38000 استماره تم فرزها، طب إيه السبب؟ السبب إن لما المستشار قال ستوب خلاص إيه في البيبان اللي موجود يصوت والباقي كله يخرج كله التزم مرشحين مندوبين آآ آآ سادة إعلاميين من قناة النادي الأهلي آآ آآ كل الناس التزمت، كل الناس قالت إن إحنا خرجنا وتركنا الـ 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 الخيمة أو مقر الاقتراع للمستشارين يعني يباشروا عملهم بكل يسر وسهولة ليه بنقول كده امبارح المستشارين شفنا اللقطات ويا ريت لو نقدر نجيبها على على الشاشه كانوا بيعملوا بعملهم بكل هدوء وبكل تركيز ومفيش هرج ومرج جوه الخيمه زي اللي بنشوفها في الايه في الانتخابات في الانديه ذات الجمعيه العموميه الكبيره طيب شفنا حاجه كمان حاجه جميله جدا هي حصلت النهارده هي شكر الكابتن الخطيب للمهندس محمود طاهر على ما قدمه للنادي الاهلي وشوفنا في الوقت نفسه المهندس محمود طاهر بيبارك وبيهني الكابتن الخطيب على ثقه الجمعيه العموميه وقائمته الحقيقه مستحيل تشوفه اللي انا بقوله ده غير في النادي الاهلي مستحيل تجد الفائز بيشكر المجلس السابق على ما قدمه النادي الاهلي وتشوف الذي لم يوفق بيشكر او بيهني الفائز وبيدعو له أنه يكون يكمل المسيره الحقيقه الحقيقه الموضوع ده يعني مش هتلاقيه في اي حته غير في النادي الاهلي كل الحاجات الايجابيه دي انا هلخصها في حاجه واحده بس الاهلي فوق الجميع صدقوني يا جماعه الكلام ده مش شعارات احنا لما قلنا النادي الاهلي اعظم نادي في الكون فهو مش اعظم نادي في الكون عشان بيكسب هو هو بيكسب عشان هو اعظم نادي في الكون لانه الحقيقه الاخلاقيات والمبادئ والقيم هي اللي بتعمل الكلام ده يعني يعني في بيت شعر بيقول انما امم الاخلاق ما بقيت فان ذهبت اخلاقهم ذهبوا الموضوع ماشي ازاي ان في اخلاق وفي قيم جوه النادي الاهلي طول ما هم الموضوع ده ايا كان اللي هيجي محافظ عليه هيفضل النادي الاهلي هو النادي الاهلي طبعا دروس مستفاده احنا بنحطها قدام حضراتكم عن جمال العموميه امس ونتمنى ان شاء الله ان دايما يكون النادي الاهلي في المقدمة والطليعة في موضوع تاني عايز انتقل فيه الحديث ولكن الموضوع ده خارج نطاق أو خارج أسوار النادي الأهلي هو موضوع حل مجلس إدارة اتحاد السلة الحقيقة انتخابات اتحاد السلة أجريت 26-8-2017 وكانت أول اتحاد يقوم بانتخاباته أو أول هيئة رياضية في مصر تقوم بانتخاباتها 26-8 كان قبل العيد الكبير بيومين تقريبا الحقيقة الانتخابات دي شارك فيها عدد كبير جدا من السادة المرشحين تنافس عليها قائمتين وكان في مجموعة من المستقلين في مجموعة من المستقل مجموعة من القائمة دي أو مجموعة مرشحين يعني الحقيقة وأنا منهم شافوا أن الانتخابات كان فيها بعض العوار وتيفر كان مقصود أو غير مقصود ولكن العوار ده فرق كبير جدا مع النتيجة خاصة أن في بعض المرشحين لم يوفقوا على فرق صوت واحد والعوارضه حصل في اربع خمس ستة اصوات الحقيقه آآ آآ يعني المرشحين دول يعني عشان يحافظوا على حقهم ويثبتوا ان حصل تجاوز آآ آآ رفعوا طعن في مركز التسويه الحقيقه الطعن ده كان من اوائل الطعون التي قدمت كان رقم سبعه وقعد ينظر في هيئه التحكيم لمده حوالي شهر ونص انتهى ببطلان انتخابات اتحاد السله وما يترتب على ذلك من اثار لان الانتخابات شابهه العوار وان العوار ده يؤثر بشكل كبير جدا على على النتيجه وشافت الهيئه هيئه التحكيم المحترمه شافت انه مد اداء امامها غير بطلان العمليه الانتخابيه بالكامل طيب ايه المشكله في كده ان ده اول هيئه يتم حلها واحنا هنتكلم بصراحه احنا لو يعني نتكلم قانون رياضه طبق فإذا المركز التسوية اللي, اللي أنشأته أو اللي أن أنشئ بقوة القانون الرياضة الجديد هو جزء لا يتجزأ من من قانون الرياضة المصرية الجديد وده كان طلب من من طلبات اللجنة الأولمبية الدولية أن يكون فيه هيئة منفصلة لنظر الاختصامات الرياضية. طيب إيه المشكلة لغاية دلوقتي؟ المشكلة أن لم ينفذ الحكم حتى الآن، الحكم خرج يوم 27 8 2027 الشهر ال 27 11 يعني يوم الاثنين اللي فات الاثنين طلع الحكم الماده رقم 80 في في اللائحه المنظمه لعمل المركز بتقول ان الـ 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 بما معناه ان الـ ان القرار او الحكم ملزم للطرفين فور صدوره يعني ملزم للطرفين فور صدوره يوم الاثنين الماضي احنا النهارده كان في الثلاث في الاربع لم يتم تنفيذ الحكم وجات الجمعيه العموميه للجنه الاولمبيه يوم 30 واستمر ايضا تجاهل الحكم و و و ولم يطبق الحكم حتى الان. انا بس عايز اقول حاجه يعني او عايز اعلق تعليق صغير انا مش هعلق على حكم المحكمه ولكن هعلق ان اهم ما في القانون هو احترامه. لان انت لو حطيت قانون ولم تسير عليه هيبقى الموضوع صعب هيبقى الامور يعني مش هتمشي بالشكل اللي احنا عايزينه. احنا ما قلنا ما صدقنا قلنا الحمد لله ان في قانون رياضه طلع الحمد لله ان بقى فيه هيئه او 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 مركز ينظر للتظلمات سريعا وبيحقق العداله الناجزه لو كان حكم زي ده اتقدم في المحاكم الاداريه العاديه كان أخد خمس ست سنين وما كانش اتحكم فيه ولكن احكام في الوقت بامانه بشهاده حق اللجنه الاولمبيه نفذت جميع الاحكام السابقه القضيه دي رقم سبعه احنا بنتكلم دلوقتي في قضايا لغايه 150 و160 قضيه الحقيقه اللجنه الاولمبيه اي حكم بيخرج بينفذ فورا مهندس هشام حطب بالحقيقة ما عندوش هزار في الموضوع ده. الحكم بيطلع بينفذه. طب ليه الحكم ده ما نفذش حتى الآن؟ ليه آآ آآ يعني الحكم مش محتاج صيغه تنفيذيه ومش محتاج الكلام ده كله، الحكم فور صدوره هو ملزم لأن دي هيئه تحكيم وليست محكمه. دي مش محكمه دي هيئه تحكيم. فهو مفروض فور صدوره ينفذ الحكم، ليه ما نفذش علامات استفهام الحقيقه؟ ونتبنى طبعا انه يعني انا متاكد وواثق انه هينفذ لان يعني انا قلت لكم بالفتره اللي فاتت دي المهندس هشام حطب الحقيقه ما فيش حكم صدر عن المركز ولم ينفذه. اتمنى سرعه تنفيذ هذا القرار عشان ما نفرغش قانون الرياضه من زي ما بيقولوا من مضمونه لان الحقيقه دي احلى حاجه حصلت ان ان قانون الرياضه الجديد نظم عمليه الاختصام ونظم عمليه اللجوء للاختصام ازاي. فنتمنى ان شاء الله سرعه التنفيذ لان انا متاكد وثقه في منشم حطب انه الحقيقه لم يتاخر ابدا في تنفيذ اي حكم فان شاء الله نتمنى تنفيذ الحكم كده خلينا نخش للاخبار اللي جوه